تفضلي. المحبس هنا؟ متأكدة؟ لا ما متأكدة بس مجرد الشكل. إي فعلاً صحيح. أوه تسلمني. طيب الفقرة تقول فن صحافة أعمال. بعيداً عن العاطفة، كيف تقيمين تجربة نوفا الغنائية؟ قلت لها النوفا إذا تريدين كل الناس تعرفك غني السائد، أما إذا تريدين تسوي لك تاريخ غني الغناء الملتزم، وأني ما رح أخليك تغنين الغناء السائد. جميل جميل، لأن هذا تاريخ. يعني نصيحة حقيقة لو وزناها بالذهب لكانت أثمن منها. يعني هذا الرأي أنا أعتز به بصراحة. ما رأيك بالأصوات الغنائية اللي موجودة الآن بالساحة وهي شحيحة أصلاً؟ أنا رح أحكي بشكل عام. نعم. أكو ملحنين هائلين وأكو مغنين يمتلكون أصوات جميلة جداً. نعم. وأكو أصوات جميلة جداً تأدي حلو، لكن تبقى عندنا مشكلة توزيع اللحن واللحن والكلام. شو اللي ما عجبك بالتوزيع يعني؟ هل تحسين توزيع انه دا ياخذون اي شيء يرقص الناس؟ اوكي. والكلام؟ والكلام يعني احنا بلد الشعر، ما اريد اقول الكلمات اللي يعني بس انت تعرفين انه اغلب الكلام اللي موجود بالاغاني الان يفرضه زبد بحر، يفرض الملحن او يفرض او المنتج زبد. نعم. بحر وتروح. يعني ما اعفي الشعر من المسؤوليه، لكن اغلب الشعراء حقيقه يعني يقع تحت ظرف مادي معين. صحيح. مو اني اردت اقول احيانا الانسان يحتاج ماده، اني فضلت الجوع على الماده بالمناسبه، يعني ابقى جوعانه بس ما انزل من هذا المستوى. اي الاغاني اللي قدمتيها اقرب الى قلبك؟ ما عندي والله، يعني أنا إذا ما أحب الأغنية ما أغنيها، فيبقى تقبل الناس لهذه الأغنية أو ذيك الأغنية هم شلون يستقبلوها. حتى ولا طفل. صغيرون يعني أغنية صغيرون؟ لا لا لا، يعني مثلا عندي نذر في المساء. نعم. قصيدة وأغنية كلش رومانسية، يعني إذا تخليها كموازات لصغيرة كنت تقريبا نفس الشيء، بس هذا نمط وهذا نمط. الناس عجبتهم هذه ما عجبتهم هذه، او ناس معينه حبت هذه نخبه. اي مو بالضروره نخبه. نعم. يعني اكو اطفال يحبون اشياء يعجبوني احيانا، ف نميا صغيري عندي في يوم ما كنا على نروح للموصل في بلد واقفين بدنا ناخذ بنزين، احكي لك سبعينات، اجاني طفل شايل بيده ورده وقدم لي اياها على مود نميا صغيري. طفل من منطقه بلد قدم لي ورده بالبنزين خانه قال لي نميا صغيري. زين هذه قصيده يعني طفل. ما يتعدى العشر سنوات ان شاء الله، عيونه خضر ما ادري زرق شعره اصفر، و أني طبعا تعرف شنو لما تذهل. نعم. انه هذا الطفل دا يسمع نميا صغيري.